سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل ديسكورد تسجيل الدخول. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ديسكورد خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن ديسكورد خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم ديسكورد. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.